حياكم الله اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه متابعي برنامج مضايفنا. اليوم حلقتنا من مضارب الرفاعي ومتوجهين لمضيف من مضايفنا، مضيف الشيخ غزوان عبد الحسن الخير الله. تعالوا ويانا نكمل حلقتنا ويا الشيخ غزوان عبد الحسن. حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه وحلقه جديده من مضيف الشيخ غزوان عبد الحسن آل خير الله، شيخ عشائر الشويلات في محافظه ذي قار. حقيقه هذا الشيخ احد ابناء الشيخ موحان الخير الله، تحبون سالفته وتعرفونها. موحان آل خير الله كان رجل كريم ورجل صاحب نفوذ. في يوم من الايام محان الخير الله عنده أرض واسعة حيل وكانت تزرع والناس أكو فلاليح عنده. في يوم من الأيام أكو فلاح عنده والفلاح عنده بت، وهذا الفلاح راد يجبر بته على الزواج. فالشيخ محان الخير الله من يطلع تطلع وياه الشحنة، شحنة يعني اليوم مثل ما نسميها حماية أو مرافقين إله أو كذا. فيطلع الشيخ يطلعون وياه الشحنة ويطلعون مرافقينه. كان بذاك الوقت مثل ما نقول وزير، مثل ما نقول يعني ذو مكانه اجتماعيه. فهي شافت الشيخ موحان آل خير الله الله يرحمه، فما لقت فرصه الا انه تشكعد موحان، واللي يشكعد موحان ما يرد خايب ولا يرد ببلاش، كون اللي يقوله موحان يصير وصدق يصير. فايش قامت تسوي؟ لا تقدر تصيح للشيخ ولا تقدر تطر الزلم وتحكي ويا الشيخ، فهو الرجل ذكي والرجل حسكه. فقامت تشيل النقله مال الحصاد، تشيل النقله تحطها على راسها وتوقعها، تشيل النقله تحطها على راسها وتوقعها. فعرف انه الشيخ هي تريد تحكي وياه، فتقرب يمها صح، قالت تعالي تعالي بنتي. فمن تقرب يمها وحكى وياها قال ايش عندك؟ قالت له عندي شكوى لك واريد تخلصنا من عندها وانا داخله على الله وعليك. قال قولي وتردينا صار. فهي قالت له بيت دارمي، قالت له اردش تعد موحان شيخ الولايه، اردش تعد موحان شيخ الولايه، العرس قوه يصير لو مشتهايه. قالها العرس مشتهايه والتردينه يصير وما تنجبرين على غير التردينه. ومشى موحان بنفسه لابوها وقالها هاي البت تعرس للتريده وتاخذ التريده وما تنجبر على شيء. هذه موقف من مواقف الكرم والجود للشيخ موحان آل خير الله. اليوم احنا بمضيف الشيخ غزوان آل عبد الحسن آل عبد الجليل آل خير الله، شيخ عشائر الشويلات. حياك الله شيخنا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يعزك. الله يسلمك. الله قناة الطليعة. الله يسلمك سيدنا. بعدكم مطبقين هاي السالفة العرس قوة يصير لو مشتهاية؟ احنا خلاها دستور لكم الشيخ. احنا الوحيدين. اي. يعني الشيخ موحان الخير الله يرحمه. اي. حتى فصلية ماكو. من ذاك الوقت. ما اخذ فصلية؟ ابدا. لا انطش ويلية. هاي توقف لي عليها وركز عليها بالاعلام بالكاميرا. اي شويليه ما انطها فصليه ابدا. ابد ها؟ ابدا. كل العشاير كان يبطون مره فصليه، لكنه الشويليه ما راحت فصليه. هاي جوز لاول مره اسمعها انا. ابدا. اي ولا اخذتوا فصليه؟ ولا اخذنا فصليات ابدا. اي
من ذاك الوقت ولا اعطينا فصليه من وقت ابو محال لهذا الوقت. خلي ايش ياخذون فصول ايش ما ياخذون شي يصير ما يصير من ذاك الوقت. اي ابدا شويليه ما راحت فصليه ولا اخذتوا فصليه ابدا. ومداخله شويه، انا ابن عمي اخوي الكبير اللي هو اركان شيخ اركان، الف تحيه للشيخ اركان شيخ الشويلات، وانا اخو الاصغر منه والنعم من الله يعزك. بعد ثوايا جود وثوايا شيوخ ايه. بس احنا تعرف انت الالتزامات وكلكم واحد يمثل الثاني، واحد يمثل الثاني ايه. نعمكم الله يحفظه، الله هو اللي موجود هو امير الشويلات والنعم من الامير والنعم والف نعم الحمد لله. نرجع لهذا الموضوع. نعم شايف ليش هاي الهجمه على العشائر؟ الهجمة هاي اللي يقولون المرأة بالجنوب وبالوسط غير محترمة، والمرأة مسلوبة الحقوق، والمرأة هاي تشوفها بالإعلام وهاي مو صحيح أبداً مو صحيح. يعني قلت لك يعني احنا بالنسبة ان شويلية ما راح تفصلية أبد، واتحدى يقول واحد شويلية راح تفصلية. هذا دستور زي. هذا دستور من جنوب بعدين الشيخ موحان قلت لك هو أكبر قطاع بالشرق الأوسط هتشي. اي طبعاً مساحة الطاب مالته 1,130,000 الصور 1,130,000 دونا حجي. اي طبعا مساحة الارض مالته بقد مساحة الاردن هتشي. اي طبعا وين راحت هاي الارض؟ كلها موجودة عند اخواننا عند رفاقتنا عند عشايرنا. ها طبعا توزعت على الشويلات لو توزعت على الشويلات على الشويلات لان كل الموجودين بيهم هم شويلات. اي شويلات والحميد احنا كنا راية واحدة. اي كان يوسف الخير الله أي. اللي هو ابو موحان هي توزعت الاراضي من بعد هو الحكم اللي قبيله الشويلات والحميد. اي بعدين اجى بوقت ابنه موحان الخير الله هو اللي صار زعيم الشويلات والحميد. بالله سولف لي على الشيخ موحان على تراثه شويه وعلى يعني تاريخه. قلت لك الشيخ كان موجود هو يعني أي. وكان بيتنا الكبير اللي هو هسه موجود بالقريه اللي هي دار يابر دار يوسف نعم دار موحان وعنده بيت هذا بالمدينه هنا. ليش سموه بلبل العراق هيك؟ بلبل العراق اي للثقافه اللي شايلها لانه يجيد حوالي 12 او 11 لغه. ركز لي على هاي وريد تحكيها للكاميرا. هاي تحكيها للكاميرا انه اليوم اكثر الدراما اي واكثر الاعلام زين. انا عذرا من الدكتور سالم انه تكلم بالاعلام وانت دكتور اعلام وصحافه الله يحفظك شكرا جزيلا. اليوم تشوف الدراما والاعلام يصدرون لك شيخ العشيره شيخ هزيل حشا الاسمه حشاك وحشا كل شيوخنا شيخ هزيل لا يفقه من الثقافه شيء ولا يعرف من الثقافه الا يعني شو اقول لك غير الهور وغير الجاموسه وغير نعم نعم غير هاي ماكو وغير العركه وغير الدقه مو هيك شيء؟ صحيح صحيح غلطان انا مو؟ بالمقابل شو تقول انت؟ اي ايش كان شيخ موحان؟ لا شيخ موحان يحمل أي. الثقافه اي قلت لك انه من راح لبريطانيا اخر شيء قال انا اريد الزراعه الغيها اتفق وياهم على استثمار النفط وفعلا هاي يعني قبل شقد 60 أو 70 سنة شوف مكانات اللي حددها الشيخ موحان أيه؟ اللي بيها نفط اليوم طلع بيها النفط واشتغلوا بيه ما شاء الله طبعا. فسألوه يحكي وياهم بالانجليزي قالوا له انت من يا جامعة متخرج أيه؟ قالهم انا متخرج من ديوان العرب من الملة قبل الملة يدرس الناس بالمضيف نعم صحيح عرفت له أيه؟ راح للنرويج نفس الشيء راح يعني كل اللغات يجيتها كم لغه كان يجيت 11 او 12 لغه طلقوا علي اي طلقوا علي انه بلبل العراق ما شاء الله اي بعدين هو 14 دوره اتصور بالاعيان باعيان العراق باعيان العراق باعتبار اعيان العراق كان مثل مجلس النواب اي نفس مجلس النواب اي اي 14 دوره ما شاء الله. خلينا نرجع هسه للشويلات وتفصيل الشويلات بالناصريه. اريك سولف على الشويلات وعلى تفصيل الشويلات. موطن الشويلات تقاسيم الشويلات. موطن الشويلات الاساسي هو الناصريه الرفاعي. اي. اللي هو اساسه الكرادي بعدين صار رفاعي. اي. هو يعني اساس الشويلات هنا. يعني الديره هاي مالتهم الاساسيه.
بس عندنا الشويلات بالعمارة، عندنا بالبصرة، عندنا بالمحافظة. يحضرك تقسيم الشويلات واعتباره يا قبيلة كبيرة، قبيلة كبيرة ما راح يحضرك الكل، بس تقدر تقسم لي فد أشياء عامة وأفخاذ كبار عامة يعني، إذا ما يحضرك الكل شويلات ما يزعلون علينا عمامك. لا لا قبيلة كبيرة يعني يجوز ما نقدر نعدهم كلهم. هذا اللي أقوله أنا. زين 130 أو 31 بيرة، والبيرة عندنا يعني 130 بيرة؟ إي إي هالحدود يعني. كل بيارغ ايش قد جوه؟ اكو بيارغ 3000، اكو بيارغ 5000 ما شاء الله، واكو بيارغ 500. احنا ما نسمح الواحد ما يسوي بيارغ الا 500 عشيرة تصير، يعني فد قانون بالعشيرة، قانون عندنا بالعشيرة الا 500 نفر اي يلا الى حق يسوي بيارغ 500 نفر من ايه؟ نفس الظهر اي، لانه يقدر اذا صار فصل اذا غيرها يقدر يشيله، يقدر يجمعه، يقدر هذه ها اي. زين اليوم اذا انا شويلي واحنا فد 300 نفر أي. او 400 نفر واجوا ويانا فد 100 متحالفين اي، هم اقدر اشيل بيره؟ لا لو الا من ظهر شويلة. لا لا الا يعني طب تحت هذا البيره، الا شويلات تحت هذا البيره اللي هو جاي وياه ال 100 ذول اللي جايين اي يردون يطبون مثلا اي ويا عشيه من عشائر الشويلات اي اوكر تتحالف وياه كان اليوم يعني، يعني اذا 100 قليلين ما ممكن يعني ما ترهم يعني يحمل بيارغ شلون يصير؟ لا هسه الشويلات ايش قد 300 اي اجوا 200 واحد من غير الشويلات من غير عشائر ساكنين يمهم وجيرانهم وبنفس المنطقه واحنا نريد يسمونهم جريش او كذا يتحالف ماكو مشكله، اذا بجريش ماكو مشكله موجوده هاي اي موجوده اي موجوده وسمحوا له بالبيارغ يعني بيارك يكون يحمل اسم الشويلات اي شويلات اي اي هو مو غير اسم لا لا مو غير اسم اي عادي نسمح له اذا شويلات يحمل حتى اذا كان تحالف حتى اذا كان تحالف لطيف أي. زين تقدر تعدد لي الفروع الرئيسيه للشويلات؟ فروع هواي يعني مخاف من سانا واحد انا ما اريد احرجك بس الرئيسيات ويصير زعل اي يعني عرفت لولا عندنا النصاب الخراف الخير الله المعاش القصيبي العبد الله هواي عشائر الغليين يعني هواي المعاوي عشائر هواي يعني احنا خاف قلت لك خاف ننسى احد زين الشويلات اللي ما يرجعون هنا اي عرفت لو لا يرجعون حمير حمير اي ها زين حمير يعني الدولة الحميرية يعني اليمن دولة انتم ها ايه المفروض مو قبيلة لا احنا على هذا العدد ايه انا اقول احنا حمير لا انا اقول على هذا العدد اللي قلته ايه يعني على عدد هاي البيارغ مو احنا هسه ايه ملتزمين ما نسمح الواحد من عشائرنا طبعا تدري تكثر هاي ايه العشائر اذا مو 500 نفر ما يسوي بيارغ زين الا يوصل العدد مالته ويريد مثلا يطلع من اخوانه ايه يعني يقول لك كثرنا احنا صحيح شلون نقول يعزل او فتشي ما بيها شيء حلو ما نسمح له الا 500 يجوز عند العشائر هاي البقيه ما موجوده شنو اللي عند العشائر الباقيه يعني ما موجوده ما موجوده يعني كل من خاص بعشيرته احنا الا 500 الله من حقه يحمل بيارغ شنو الشيء المميز اللي عندكم الشويلات مثل اشياء يعني شنو فد قانون موجود عندكم او فد سنينه موجوده عند الشويلات ما موجوده عند غيركم قلت لك احنا مال الفصليه اي حتى هاي بدينا بيها هاي كلها كل سنة الشيخ موحان اي ومشينا عليها من ذاك الوقت هاي كلش مميزة اي وبعد عندنا السناين اي ما نقبل نتجاوز سناين مثلا عندنا الدية هالقد ما نقبل نتجاوزونها الأضاب هالقد ما نقبل ترتيب اتفاق هسه انتم فصلكم على فصل السناين الموجودة انا مخلينها انتم على السناين على التراضي اللي هي 12600 عندنا القضاء والقدر اي اي قضاء والقضاء 12 و600 زين إيه؟ أسألك سؤال بس إيه؟ يعني أتمنى ما تنحرج من سؤالي إيه هاي ظاهرا موجودة يقال أنه عشائر الجنوب تأخذ فصول عالية حيل هذا الكلام صحيح لا غير صحيح عندنا هنا ما موجود يعني إذا إذا إيه؟ إذا تسمع أنت اليوم بالشارع أو تسمع بالاعلام لا انا احكي لك أي. عن شمال الناصريه اي شمال أي. الناصريه يقول لك لو صارت يعني شمال الناصريه من الغراف الغراف تابع لنا للفجر او نقول للحي عرفت نفس السناين
حتى اذا بدنا ننقل ديه او ايه؟ ننقل سنينه ايه؟ تقعد هاي كلها ويصير اتفاق عليها. زين هذا ضرب المئات وكذا؟ لا هاي ما موجوده. احنا اذا قاعدين مثلا ايه؟ ما نقبل نمشي على السنينه. بس يجوز اكو ناس ما مقعدتنا وما ندري بها الحكي، مو مناطقنا بغير مناطق. ماشي. هنا عندنا بالناصريه ماكو هيك الشطره موجوده، يجوز يجوز هم مريت بيها انت مثلا. نعم. او شفت هاي الناس الغراف، ما عندنا هذا الشيء. يجوز يجوز بالبصره موجود او بالعماره محتمل. تمام. اي. زين اكو موضوع جدا مهم شيخنا. اللي هو موضوع كلش ساعد بالمجتمع. انا كل حلقه اسولف به. اي. اسم باب رساله اجتماعيه. اللي هو انقطع سبيل المعروف. اللي هو المسعف. احسنت. احنا هذا الموضوع تطرقنا به. اي. وانا نشرت بالتواصل الاجتماعي. انه قلنا يابا هذا الماده هاي. اي. او القانون هاي تعدلونه. زين. انه تلقى لك حادث بالشارع، سياره مقلوبه. وناس ميتة تخاف تشيلها. هذا الموجود. هذا الموجود. هذا الموجود. أي. احنا اطرقنا به حتى بالحكومة الماضية اللي حكومة المالكي وراها كلنا حكينا به. اي. ولحد الان ماكو نتيجة. لحد الان ماكو نتيجة. انتم اليوم كعشيرة. اي. اليوم كعشيرة. اليوم انا اسعفت ابن الشيخ غزوان. أي. على سبيل المثال. نعم نعم. تمام. بس هذا 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 مثال. نعم مثال. نعم هذا مثال نعم محال. نعم. خلي اضرب مثال ثاني. ايه غيره ماكو مشكله. ايه. زين اسعفت لواحد من الشويلات. ايه. وين لقيته؟ لقيته مدعوم بالشارع. ايه. بران القانون. زين وشلبوا بيه الشويلات ما لقوا ولا ايش اسمه. ايه. مو الشويلات مشلبين لا. ايه. هاي الحوادث صايره وهسه ما اقول صايره عند الشويلات. ايه. بس على سبيل المثال حتى يكون كلام دقيق. اذا كان اذا سيدنا اذا كان قضاء وقدر ما ممكن تشلبي على اساس اكو تشلبوا. احنا ما نرضى اكو تشلبوا. احنا هسه انا اذا انت ما ترضى ها احنا لا قضاء وقدر. واحد يسعف لواحد وراح تشلب بيه مستحيل. اكو واحد تشلبت ولا يجوز على غير الشويلات ما اعرف. بس انا ما احكي لك. لا لا ما احكي لك على الشويلات. يعني احكي لك على على سبيل المثال اكو واحد تشلبت ولا. خلينا نكون واقعيين شويه. بالقضاء والقدر يعني بالحادث. واحد واقع بالشارع واقع مدعوم لو مقتول. مدعوم. واحد مضروب سكينة. لا ما واحد كذا مضروب سكينة واحد. اي زين مقتول واحد. جبته للمستشفى بس المدعوم ما تصور انه عشيرة تشلب بيه. جبته للمستشفى وتشلبوا بيه. زين ما تصور. بس الاكو مثلا تلقاه مقتول او فتشي اي طلق ناري مضروب سكينة غيرها ممكن. ممكن هذا اي بس بعدين تصير بيها اليمين أو اكو حوادث اساءت لسبيل المعروف. مو انا اللي اريد اوصل لاني اي اكو هو هذا هي مثل هاي البيت. اي مو تمام. اي طبعا. شنو موقفكم من هذا الجانب؟ والله موقفنا احنا اذا شفنا ناس متشلبه كلش اي نقول له عم بيش يطلبه لك يمين الله عليه. حلو مو اي نقول له لك يمين الله عليه عشان تشلي بيش طلبه. ولي يسوون هيك لا عندك مشكله وياه ولا عندك طلاب ولا عندك غيرها ولي يسوون هيك. شلون يعني يسوون؟ مثلا الغير اللي يسوي هيك حادثه وقطع سبيل المعروف هو شو تقول له؟ والله شو اقول له؟ اقول له مو صحيح هالحكي وهذا الشيء مو صحيح. خلي بخدك وهاي مو تقاليدنا وواحد لازم يحفظ بخته. اي هي هذا الموضوع هي هذا يعني لازم يحفظ بخته. اي احنا عندنا اقول لك اكو ناس ما شاء الله الفيس ياتك الله شيخ خسه بالفيس والشيوخ صارت هواي عرفت لو سبب على هذا الموضوع والله زين لان قبل ايام صدام التسعينات شيوخ التسعينات اي هسه عبرت هاي مال منسقه الصدام يتنا هاي الوادي صارت شيوخ الفيس كثيره. اي سبب على الموضوع بس احكي لي بقلبك. وقاعد نعاني منها احنا. اي نعاني من هاي الحاله. ايش سوى لكم هذول؟ قاعد نعاني منهم يعني حقيقه يعني. ليش تخلونهم بالمشي؟ انه قاعد ما نقبلهم. انا بالنسبه لي اذا من هاي الوادي وهو مو كبير عرب اي لا ابوه لا يده وما عنده تاريخ ما قبله ابدا ولا خليه يتنفس ولا خليه يحكي. عافيه اسال الوادم كلها مو عافيه عنان. والله والنعم اذا ما له تاريخ ما خليه يتنفس. والله والله والنعم عرفت له. لا عافيه اقول له قوم اطلع برا هو ما يتنفس لان يعرفنا طرده. كم شيخ كم شيخ عندنا مثل الشيخ غزوان هيك يتصرف؟ والله موجوده الناس الطيبه والخيره والياوي. كم شيخ مثلا موجودين ان شاء الله موجودين
اكو؟ اكو موجودين. شلش هاي الظاهرة الصايرة؟ يعني موجودين ان شاء الله، ان شاء الله راح يكثرون. عرفت له؟ اي لازم يعني لازم يحذون حذونا ولازم نقول لهم نقرضوا؟ اي خلينا نقرضوا؟ مو صحيح انا زين. وجوز سمعت انت يقولوا لي اكو مكاتب ببغداد واكو ما ادري وين مشكلة ويستاجرون وياخذ رصيد وياخذ فلوس وياخذ ما اعرف ايش. عمي هاي ثايه هذا بخت. صدق ثايه يعني انت بختك بيعه هيك برصيد مكاتب عم بنودك في الحياه ما ممكن يعني مكاتب مع الاسف يعني. مشكله. خلينا ناخذ فاصل نرجع لهذا الموضوع. الله يعزك زين. بس ما ما اخاف الواد مزعل علينا كلش. لا ولا تزعل انا ما نشاد بيها اقول له اذا مو تنبتي وابوه يده ويد يده ما احترف بيه ولا اعرفه وين نازل هذا الحجز زين. اعزائي المشاهدين حتى لو عنده فلوس عنده طرقاعه صار بالحكومه عنده ما اعرف ايش اقول له شنو بيرت ابوك يدك يد يدك زين والنعم الله منك. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليك. احنا صحنا لك تفضل احنا صحنا لك تفضل والخطار بظهر الخيل. عدنا معكم اعزائي المشاهدين الكرام مشاهدي قناه طليعه الفضائي ومتابعي برنامج مضايفنا ومن مضيف الشيخ غزوان عبد الحسن آل خير الله. سولفنا قبل الفاصل هوايه وبصراحه ونرجع وياك شيخنا بس حتى ناخذ الحديث من الدكتور والحديث من ابو سجاد شيخ الاكراد الفويليه وهذا الشيء يجوز قليل عند العشائر. نعم نعم. الله يحفظك. شلون علاقتكم ويا العشائر المجاوره؟ علاقه طيبه علاقه جيده وخال وابن اخت. انا بالنسبه لي يعني حبوبتي موضة الحمادي. نعم. بنت شيخ بن ارتشار 70. نعم. اي اللي هي ام عبد الجليل اخو الشيخ موحان. والنعم. اي وعلاقتنا طيبه ويانا لا علاقتكم على اللي ينزل وياكم بوقت الشيخ موحان اللي ينزل ويانا يعني شلون مثل ما تقول احترامه يصير وتقديره. تعودنا عليه هذا الشيء حتى لو كان هسه اكو مشكله اكو غيرها ويا الشويله اخونا نقول له لا هذا نريد ما نحسسه انه غريب. لطيف. دائما هاي تصير عندنا وبدليل ولازلنا اليومنا هذا وبدليل نازلين وياكم الفويليه الاكراد الفويليه الرفاعي هواي باكراد وعده عشاير بيه متحالفين ويا ويا الشويلات ويا الشويلات. خلينا ناخذ حديث ويا ابو سجاد اذا ينقل مايك. حياك الله ابو سجاد. الله يحيي. الله يحفظك. حياك الله يسلمك. من شو وقت الاكراد الفويليه ويا الشويلات؟ بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احسنت. اني صراحه عاشور ياسر شيخ الاكراد الفعليه. والنعم. شمال الناصريه. نعم. احنا سنه 1940 ترحلنا من الشمال لمشاكل عشائريه كان بين اجدادنا عندهم مرض زراعيه وخلافات صارت بيناتهم فاجينا سنه 1940 نعم. سكننا بقرية عرب عبد الجليل. ومن قرية عرب عبد الجليل رحنا داخل المدينة من ذاك الوقت ولهذا الوقت احنا مثل ما تقول فكينا عيوننا على آل خير الله. احنا الناس كلها تعرفنا آل خير الله بس احنا صحيح احنا أكراد وقوميتنا كردية وجنسيتنا كردياني واحنا نشرف بقوم لك الخير. لذلك احنا دم واحد. نعم. صرنا ويا الخير الله دم واحد مذهب واحد علاقتنا تعززت علاقتنا هو نسبة قربة صلة رحم تواصل فاحنا يسمونا هسه آل خير الله صراحة. هسه اليوم شويلي؟ انا آل خير الله. آل خير الله شويلي؟ ايه خير الله ويا الشويلات يعني. ايه احنا راية واحدة. نعم. راية واحدة انا هسه جويلي 150 الخير الله يعني مشيخه الشويلات. والنعم. امرتنا امرت الشيخ غزوان. والنعم. غزوان شنو اللي قال لنا احنا حاضرين. والنعم. ونعم انكم سجاد. دورة المثل الشعبي احنا ويا طلقة وشاجور. عافية. احنا راية. عافية. راية واحدة، دم واحد، مذهب واحد، عقيدة واحدة، بكرة واحدة، لأن احنا هسه عمامنا بالشمال. أي. احنا ما ملتقين بعمامنا بالشمال.
صحيح بس بالمناسبات والاعراس والاتصالات والتليفون، وهم نفسهم عمامنا بقلين كردستان يقولون انتم على خير الله، عمامكم على خير الله، ديرتكم على خير الله، احنا ما نفيدكم ولا احنا يمكم. شويلات يعني. نعم نعم. ولا احنا يمكم، انتم ناس عمامكم الاصل، الاصل على خير الله، فاحنا صحيح وين وترعرعنا واكلنا وحده ودمنا واحد. وعلاقات اجتماعيه واحنا ناس خير الله من ذاك السنين لحد الان. انا شكرك يا ابو سجاد، الله يحفظك، الله يسلمك، الله يحفظك، والله يديم محبتكم، والله يديم علاقتكم، والله يديم هاي الالفه بين كل العراقيين، بين كل عشائرنا، بين كل ناسنا، وكلنا وكل هالعشائر ماكو فرق لا بين كردي ولا بين عربي ولا بين سني ولا بين شيعي، كلنا نحمل الهويه العراقيه، كلنا كنا المسمى اللي يجمعنا مسمى عراقي، وكنا يجمعنا مسمى انسان، وكنا يجمعنا مسمى مسلم. فان شاء الله الله يديم هاي الوحده، والله يديم هذا التعالف وهذا التجانس وهذا التنوع الجميل. اليوم اللي اشوفه عند الشويلات كردي ويا ابن الجنوب، وابن الغربيه ويا ابن الجنوب، احنا هذا الشيء تواثناه من ابائنا. نعم. وابائنا من اجدادهم، فمشينا على الشيء هذا، انه الويانا ما نحسه غريب. من نعمكم. ما نحسه غريب. من هو ابننا. من نعمكم. خلي اخذ حديث الدكتور سالم الشويلي. حياك الله دكتور سالم. حياكم الله. الله يحفظك. الله يحفظك. بناتكم بنات الطليعة. الله يسلمك. وكل هلا بكم. الله يسلمك. برنامجكم هذا اللي انا اعتبره برنامج جدا رائع. شكرا. انه تراث. شكرا. شغلة المضايف شغلة العشائر تراث، وهي هاي المدرسة. صح. المدرسة الأصل يعني. صح هي هاي المدرسة. أهلا وسهلا بكم. قلت لي قبل الحلقة أنا أحكي أنا صريح. نعم. وإذا حكيت الواد بتزعل. نعم. إحنا اليوم شاشة الطليعة شاشة محايدة. نعم. وشاشة لكل العراقيين. نعم. زين وأريد أسمع صراحتك، أسمع صراحتك بجانب الإعلام. صراحة يعني بأي جانب تريدها؟ بكل جانب أنت ترغب بي. بالمناسبة لك الكاميرا، بالمناسبة لك العدسة. أنا من الشخصيات المحاربة، يعني محاربين. ليش؟ محارب. ليش؟ للصراحة، هذا واحد. وأكو كراهة تصير لأنه اليوم الصريح. أي. والحقيقة. أي. ضوج هواي وادي. حتى لو حتى خلي الواد بزعل، بس الشويلات بظهرك أمامك. إذا تسمع لي. والنعم من عندكم على رأس. والنعم منك. وهي دائما عندي فد مبدا اقول اللوزه بس اللي الله سبحانه وتعالى يقدر هو ياخذ. والنعم منك. اي والنعم منك. وضعنا احنا اذا نقيس على وضعنا. أي. وضع العراق يعني. نعم. مو بس الاعلام. أي. الاعلام طبعا انا اخليه صفر او تحت الصفر. خوش. طبعا بالمناسبه انا حتى مقالاتي ما اكتبها بالجرائد العراقيه والمجلات، انا اكتب باهرام المصري بالاهرام. شو تقول على الدراما العراقية اللي توصف ابن الجنوب؟ الدراما العراقية. ايه؟ طبعا صار اكو تنفس يعني الها. ايه؟ بعهد الوزير الله يرحمه اللي توفى وزير الثقافة. ايه؟ يعني بدايات الها وبعدين لا انتهت، لانه مع الاسف خصوصا اللي يخص الوسط والجنوب. اي هذا اللي بدي اقوله انا بالضبط. اليوم احنا ابناء ابناء الجنوب وابناء الوسط لازم نكون مدافعين دائماً عن لوننا. نعم. وعن تراثنا وعن دائما يظهرون بمظهر الهمجي، بمظهر الجاهي. من هو السبب على هذا الموضوع؟ طبعا السبب الحكومه. حكومه ليش؟ نعم الحكومات. ليش؟ لانه لو اكو مثلا اكو رقابه واكو حساب واكو كذا ما نوصل له. وكاتب السيناريو شنو هو؟ هذا الكاتب السيناريو وهذه وشغلة الممثل وهالأمور هذه تعرف شغلات والمنتج والمخرج غير هم اختاروا الماديات. وإحنا مع الأسف يعني هاي راح يوصلنا علما راح يوصلنا المسألة الوطنية. مسألة الوطنية. نعم. إحنا مع الأسف العراقيين أو أغلب العراقيين خاف يزعلون عليه الجماعة يعني. أي. أغلب العراقيين نفتقد الوطنية. نعم. يعني اليوم مادة كم فلس يعني التدبيع الاول والتالي ما قفد مبدا وثوابت زين. فهو هذا اللي وصلنا سيدنا. شو شوف الدراما اليوم في تطور في لا لا, لا دراما. أي. ولا فن ولا صحافه ولا اعلام ولا سياسه داخليه ولا سياسه خارجيه على هذا الحكي. نعم. نطفي الكاميرا لا 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 حقيقة هذا يعني. لا بس مو تخليها بجانب الصفر. لا
لا اتناقش انا صفر صفر صفر. نعم اولا ما همشت ال اذا تسمح لي اذا تسمح لي احنا عندنا ممثلين يعني عندنا فنانين فنانين على راسي يتخلون يعني. لكن المشكله ماكو ذاك الحضن اللي يحتضنهم مثلا تمام يعني اليوم اذا الفنان انطوه حقوقه كامله وانطوه السيناريو اللي هو صحيح ومضبوط راح يبدا تمام لو متمام تمام. لكن اذا هو متروك اذا الفنان متروك احتياج يجي لأي سيناريو في سبيل المعيشة تعرف هو الكسب يعني لقمة الخبز لا أكثر ولا أقل. نعم شغلة السياسة سيدنا العزيز احنا ما دام كثرة أحزاب شوف هسه بالنسبة للدول يعني القوى الكبرى القوى الكبيرة شوف كل دولة حزبيا حزب يكون بالسلطة وحزب يكون مراقب معارض يعني مراقب طبعا المعارض بناء مو مثلنا احنا الكل مشارك والكل معارض زين. بالنسبة للعراق اذا نريد نقيس العراق العراق ولاية وتمام ولاية خلينا نقول من ولايات امريكا اذا على الحجم مالتها ومتوفر كل خيرات الله موجودة فيه لكن العراقي فقير يعاني الفقر والعوز كثرة الأحزاب وهاي فت خطة مدروسة طبعا تيجي على الثقافة اللي موجودة عندنا عندنا أدباء عندنا شعراء عندنا كتاب فطاحلة نعم. لكن المشكلة الغزو الفكري والثقافي اللي إجانا إن شاء الله نقول أكو تحسن أكو تغيير والله لحد الآن ماكو بالعكس يعني من التظاهرات التشرينية اللي أنا خلي يسمعون صوتي دائما أنا حتى أهاجم شغلة تشرين طبعا حتى بكتاباتي من تشرين لحد الآن إحنا من سيء إلى أسوأ لأنه إحنا إجتنا فرصة والفرصة ما استثمرت تهاجم تشرين لو المظاهرات لو أنا لا تسمعني المظاهرات طبعا إحنا إجتنا فرصة السيد عادل عبد المهدي اللي هي الاتفاقية الصينية وهاي إذا أحد يطلع على الاتفاقية يشوف خلال 4 سنوات أكو فد نقلة راح تصير للعراق وبعدين راح يوصل المطاف الدول المتقدمة لكن مع الأسف أمريكا ودول الخليج جيشة الجيوش وإحنا تعرف إحنا بالنسبة لشبابنا إحنا ما نتهم شبابنا كلهم منعم الموضوع إحنا شبابنا اللي هم يعانون العوز ويعانون الظلم ويعانون جهل وواي أمور يعني من شافوا الوضعية الشعارات براقة وطنية تغري لكن الباطل لا يختلف. هسه بالنتيجة دكتور هسه الرأي يرجع أنت رأيك الخاص نعم رأيك الخاص زين رأيك الخاص نعم وحتى نرجع لمضمار العشيرة ونرجع لمحور الشويلات زين أنا أشكرك الله وأشكر يحفظك. حديثك الله وأشكر صراحتك الله يحفظك ومثل ما تفضلت قلت أنا صريح خلينا ننقل الحديث للسيد سيد مصطفى الغرابي شلونك سيدنا؟ أهلا الله يحفظك. شلون مشوارات ويا السادة؟ نعم. أفضل كلام ما بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معظم السادة. أي. يا ريت تقرب المايك يمك. الله يحفظك. على الزمن الماضي. أي. من كان فلاح وشغلة الفلاحة. أي. السيد مو فلاح. السيد ينطر طليعة يسمونه. زين. فما يتفلح هو السيد هم ملات يخدم زين ومعظم يعني يحترمون السيد جزاكم الله خير السيد ولا مكانه خاص جزاهم الله خير الله يعزك يعني على سبيل المثال جد السيد عذاب اي احنا عشيره الساده الديران جد السيد عذاب منطينا الخير الله نسوان اثنين الوحيد السيد بالمنطقه اللي مزوجينه اثنين من الخير الله وهن حياه يرزق مع العلم الخير الله كانوا بزمان هم سلاطين الدين نعم ملوك اي فمنطين جدي ايش كثر؟ 2 زوجات والنعم والله من عائلة خير الله، السيد الوحيد المميز هو جد السيد عذاب والنعم والله احنا من السادة اللي يقطنون المنطقة معظم قبائل السادة بس احنا عشيرتنا اسمها السادة الغرابات والنعم لكم تسكن كافة العراق بس على مستوى الشويلات وعلى مستوى الناصرية عندنا السادة البخيل يسكنون الناصرية والسادة آل السيد الطيب شان النصر واحنا عشيرتنا اسمها السادة الديران اللي هي
لها عمق تاريخ مع الشهداء يمتد الى اكثر من 300 سنه. والنعم منكم سيدنا. بزعامه السيد جابر السيد حسن السيد علي. والنعم منكم سيدنا. الله سيدنا انا اشكرك وشكرا لحديثك الجميل. انقل الحديث لابو لطيف الشويلة. حياك الله ابو لطيف. الله يحفظك. الله يسلمك. كل الهلا بيك. طبعا نشكر قناه الطليعه. كل الهلا. على هذا الحضور ولقاه يعني خدمتكم. ولا احنا بالنسبه لنا تسنى على اي سؤال. انا اريد اسمع منك عن الشويلات، عن عمامك، عن تاريخهم، عن جودهم، عن كراماتهم، شنو اللي حضرك؟ والله عمامي تاريخهم مشرف. والنعم منكم. وبيناتهم ألفة ومحبة وخوة. اي. وكنا يعني ما قعدنا واحد عن واحد فرق. يعني حتى شيوخنا احنا مثل ما يقول هم ذاك الاحترام لهم وذاك التقدير وذاك وما زالفين عن رأيهم. والنعم منكم. اي والله. زين الشويلات موضوع اكو ظاهرة صار بكل المجتمعات. نعم. الرمي. كثرة الرمي. بالفواتيح، كثرة الرمي بالمشاكل، موجودة بالشويلات هاي؟ نعم منعناها هسه. بالنسبة لنا ماكو لقوها، احنا بالنسبة لنا شيوخنا ما رضوا على الرمي وعلى هاي الفزعات والشغلات، بس اكو مثلا فزعة تفزع ناس مشي وبدون سلاح. طبقتوها انتم؟ بيا رغوة طبقناها. ان شاء الله طبقتوها. هسه قبل شوية كان عندنا تشييع. خلي ارجع لجناب الشيخ، انا ممنون منك. شكرا. الله يحفظك، شكرا. شيخنا المرجعية قالت والعقل قال وكلها حكت على أيه. كثرة الرمي بالمناسبات. ايش سووا الشويلات على هذا الموضوع؟ احنا هسه بدينا نطبق انه اي حتى مال الفواتح بدينا نطبقها. يا يعني تدري هاي الناس هذا ارواح وارواح أيه. انه قبل شويه احنا صار تشيع عندنا اي ولد شاب اندعن اي بدون رمي. هي هذا نريده. أيه. هذا ما خلينا رمي صار هذا نريده. فبدينا انه مسألة الرمي نلغيها نشوفها مخرج ظاهرة. هي يعني مخرج ظاهرة تروح ارواح ناس أي. ناس تتأذى ترعب اطفال عوائل ترعب وبالذات بالمدينة. المدينة يعني مو صحيح الرمي بيها طيح على الناس انكتل زين هذا وين راح يروح للجواب هذا يطيح على الناس زين أي. هاي المواضيع هسا انا مشكلة هي الصراحة مرة أيه. بس ما ادري مضيع الدقات وحرق البيوت وهاي قلت لك الصراحه مره انا بس لازم نكون صريحين نشرت منشور يجوز اي على موضوع الدقات أيه. وعلى موضوع الصفحات الوهميه اي يعني صارت انه صار مو تواصل اجتماعي قام يخلي صفحه وهميه ويحكي عن الناس يحكي عن الناس الطيبه يحكي عن الناس نعم وما حد يعرفه وما جاي الدوله توصل له. اي. موضوع الدقات حتى من كان ايام زمان أي. اذا انا اطلب شخص اي اودي له عشيره اخرى بويا انا اطلبك اي وانت ما قاعد لي. حلو. يعني شلون ينقل القوامه اليه؟ هسه اذا ما اجي بيومين بثلاثه اي راح يرمي قبل مشط عندنا يسمونها مشط. خمس شيلات. خمس طلقات. اي مو حط لك بيتي يرمي مشط فوق منه اي عرفت له لا انذار وكذا انذار اليه هذا راح يجي واذا ما يا مره ثانيه راح يسويه المشطين هم زينه عرفت هاي سابقا عرفت له لا هسه شكو هسه أي. بدون لا سابق انذار أي. لا قوامه يرمي. لا تعرفه منو ايش قد يرمي حط له بكيسي وقام يرمي له الاف على بيت واذا يقتل اطفال ويقتل عوائل يعني وين يروح هذا الرمي زين تقدرون تاخذون موقف انه تمنع الدقه عند الشويلات نهائيا تقدرون؟ احنا هسه منعنا هذا الشيء هسه مو مباشره قبل احنا منعنا هذا الشيء لكنه قاعد يصير يعني هسه لو تدريجيا يعني قاعد يصير ما تعرفه منين نفوس ضعيفه ما يعلن روحه يقول لك انا جايك انا اطلبك لا انا احكي على الشويلات اليوم عمامك يمك أي. وتعرف عمامك وتعرف فلان اليوم تقدر انا ما اريد احرجك الموضوع اليوم تقدر انه تتخذ قرار تقول اي شويلي اللي يسوي دقه بهيك سلاح منفلت بهيك رمي فائض بهيك كذا انا ضد هذا الموضوع تمام تقدر احنا شويه محرج هو هذا السؤال بس صدق محرج شوف
صدق محرج، بس اذا اتخذت قرار راح تكون قدوه للمجتمع وقدوه للمرجعيه. زين، احنا وقدوه للارواح اللي تحفظها. احنا نفضل اي قوه القانون. اي احسنت، هذا اللي قصده القانون. اي اذا قوه اي يعني ذول العشيره راح شويه هم ترتاح الناس. هذا اقوله انا، عرفت شلون؟ هسه شنو القانون ضعيف. اي احنا شنو نقول؟ نقول القانون يكون يقوى وندعم القانون على موت هذا المسيء. اي اللي ما ياخذ الحكي القانون راح يرده، راح يكسر ايده، راح يأدبه. اي عرفت لولا؟ واحنا كنا ايام زمان كان اكو قانون قوي، كان قانون صحيح، قانون مو زين، قانون البعث، قانون مو خوش، قانون صدام مجرم، لكنه المسيء يرد. اي عرفت لولا؟ انا ممنون هسه مع الاسف يعني، انا ممنون منك شيخ، الله يعزك سيدي. اريد منك اخر دقيقه للكاميرا، شو تقول لعمامك الشويلات؟ انا اشكر، وشو توصي شبابك؟ او بالاول شيء اشكر قناه الطليعه، شكرا لك، واشكر عمام الشويلات الله يحفظك، واشكر اخواني ورفاقتي، واشكر اهالي الرفاعي، والنعم منك، وانا اكون خادم العمامي، والنعم خادم للشويلات، خادم لاهالي الرفاعي، والنعم منك الله شيخ. يعزك الله يحفظك. خلينا نقوم للميدان، شو تقول؟ براحتك، لان فاكهه المجلس والميدان. براحتك براحتك الله يحفظك. براحتك براحتك. اعزائي المشاهدين، ميدان الهوسه بالقيانة، هوسه على لسان ابو حمزه، والنعم منكم. يقول هلا بجية السيد مرتبه وتقدير، الله يحفظك، وهلا بجية الطليعة وكادر التصوير، الله يحفظك، شكرا جزيلا. هلا بجية السيد مرتبه وتقدير، الله يحفظك، وهلا بجية الطليعة وكادر التصوير، شكرا. اللغز يمك نحله ونعرف التفسير، تسلم تسلم. اللغز يمك نحله ونعرف التوصيل، اهلا بالكادر ويا المخرج وسيد حامد ما ننسى، اهلا بالكادر ويا المخرج سيد حامد ما ننسى، الله يحفظك. والنعم سيد حامد، اذا تصعب طلابه وضاح حلها عليك حول لابو حمزه وهو اللي يدليك، والنعم لابو حمزه، والنعم والله. اذا تصعب طلابه اي والله وضاح حلها عليك حول لابو حمزه وهو اللي يدليك، الف رحمه على روح عودك مربي، سلام، الف رحمه على روح عودك مربي، انت من العود مجرب وطيبك ما ننسى، انت من العود مجرب طيبك ما ننسى، انت من العود مجرب. اليوم الدار مسروره وثوب الفرح غاطيها، اليوم الدار مسروره وثوب الفرح غاطيها، وتزهب جاية السيد وترحب باللي طبليها، الله يسلمك، شكرا. اليوم الدار مسرورة وثوب الفرح غاطيها، وتزهب جاية السيد وترحب باللي طبليها، نعمين من ابو حمزة قدها وصدق راعيها، نعم والله. اهلا بحضور السيد، اهلا بحضور السيد، اهلا بحضور السيد، اهلا بحضور السيد، وبديرة موحانة اهلا بحضور السيد، وبديرة موحانة اهلا بحضور السيد، وبديرة موحانة الله يحفظك. من جاخر انا عقب على ابو سجاد، اي كردي وفيلي، وصل الصورة هاي من جاخر لحد الفاو، عندنا سيوف بتارة، اي من جاخر لحد الفاو عندنا سيوف بتارة، سنة وشيعة ويك راد عيب نقول تسيارة، عافية. من جاخر لحد الفاو عندنا سيوف بتارة، سنة وشيعة ويك راد عيب نقول تسيارة، خلنا نصير ايد بعيد خلنا نحزم الكارة، ما تنحطش فوق الراس اهو الكار ما تتحزم، اهو الكار ما تتحزم، ما تنحطش فوق الراس الكار ما تتحزم، ما تنحطش فوق الراس. هذول البالكلايف ينزمط بيهم، الله يحفظك، قال خير الله. هذول البالكلايف ينزمط بيهم، البزينات بس ينياب طاريهم، هذول القاله واحنا لها العليه وسيرت ليهم، هذول العزبه ومن كان حسر العيش ولا يوم اليمر برد صوانيهم، ذول رجال دله وناسها المعروف حاضرهم كلف والزين ماضيهم، ذولا رجال دله وناسها المعروف حاضرهم كلف والزين ماضيهم، هالطيب لهم يسولف، هالطيب لهم يسولف، موش اليوم نسولف بيت طيب لهم يسولف، موش اليوم نسولف بيت طيب لهم يسولف، موش اليوم نسولف بيت طيب لهم.
عمري يسولف. السيد مصطفى لحق علينا. اول ما هوس وبد بالميدان هوس وبد للساده الله يحفظك. هذول عقال راس وفوقها زياده. نعم. اول ما هوس وبد بالميدان اهوس وبد للساده هذول عقال راس وفوقها زياده يا قواد الحكي ويا اللي بالحكي قاده. الباب اللي ما يتحرك ويدكم شاله يهوس بالباب اللي ما يتحرك يدكم شاله يهوس بالباب صادق اللي يوصل يا معربكم خلي امن دوم علومك من ابوك وزودتها علو. نعم. اللي يوصل يا معربكم خلي امن دوم علومك من ابوك وزودتها علوم يا ابن ديوان عامر مرضي المهضوم. ها اسمك غزوان وطولت شاربها ها اسمك غزوان وطولت شارب ها اسمك غزوان وطولت شارب ها اسمك غزوان وطولت شارب والصعبات يرد ليك اسمك غزوان وطولت شارب والصعبات يرد لبن خير الله ثوايا منور المشوار. لبن خير الله ثوايا منور المشوار يا ذباح السمين هو الصحون كبار. لبن خير الله ثوايا منور المشوار يا ذباح السمين هو الصحون كبار وبحمد لكم تاريخ يشهد ما عليه انكار. اهانت لحيات المجبل اهانت لحيات المجبل اهانت لحيات المجبل اهانت لحيات المجبل عايز ما خليت عليه انت لحيات المجبل عايز ما خليت عليه انت لحيات المجبل انت لحيات المجبل عايز ما خليت عليه. الى هنا وصلنا احبتي المشاهدين الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مضايفنا. انتظرونا في مضيف آخر مع الحظ والبخت. إلى ذلك الحين استودعكم الله. شكرا شيخ الله يحفظك الله.